بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات. النهاردة هناخد موضوع جملة مبلغ بفايدة مركبة. محاضرة سابقة اتكلمنا عن إزاي بجيب الفايدة البسيطة، النهاردة هنتكلم إزاي بجيب الفايدة المركبة. الفرق بين الفايدة البسيطة والفايدة المركبة؟ عشان نعرف الفرق بين الفايدة البسيطة والفايدة المركبة، تعالى نفترض المثال الآتي. وقول لي شخص أودع 10,000 جنيه بمعدل 10% لمدة 3 سنوات، وقول لي احسب الفايدة لكل سنة في حالة الفايدة البسيطة وفي حالة الفايدة المركبة. لو احنا بصينا كده في الفايدة البسيطة، كنا خدنا ايه؟ ان الفايدة بتساوي المبلغ في المعدل في المدة. فانا لو حبيت احسب الفايدة لكل سنة على حدة، كل سنة لوحدها عشان اقارن سنة بسنة، فايدة السنة الأولى إيه؟ بتساوي المبلغ اللي هو 10,000 في المعدل اللي هو 10% في المدة اللي هي لمدة سنة، السنة الأولى فقط، هتطلع في حدود حوالي 1,000 جنيه. أجي أحسب فايدة السنة التانية لوحديها، برضه هتبقى 10,000 في 10 على 100 لمدة سنة اللي هي السنة التانية فقط، هتطلع برضه 1,000 جنيه. أجي أحسب فايدة السنة التالتة لوحديها، 10,000 في 10 على 100 لمدة سنة واحدة فقط، برضه هتطلع بإيه؟ ب1,000 جنيه، وبالتالي هتبقى مجموع الفوائد 3,000 جنيه. طيب أنا عندي مجموع الفوائد في حالة الفايدة البسيطة لمدة الثلاث سنوات ب3,000 جنيه. بالنسبة لحالة الفايدة المركبة، الفايدة المركبة تراكمية. يعني ايه الفايدة المركبة تراكمية؟ يعني لما باجي احسب فايدة كل سنة، فايدة السنة الأولى 10,000 في 10 على 100 لمدة سنة هتدي 1,000 جنيه، مش هتفرق عن الفايدة البسيطة. لكن باجي أقول لك ايه؟ أنت كان ليك 10,000 كسبت عليهم 1,000 جنيه، يبقى في بداية السنة التانية ليك كام؟ ليك 11,000 جنيه. هم دول اللي هضربهم في 10 على 100 لمدة سنة اللي هي السنة التانية، هتطلع لي 1,100 جنيه. في نهاية السنة التانية بقول لك أنت كان ليك 11,000 كسبت عليهم 1,100 جنيه، يبقى ليك 12,100 جنيه. هم دول اللي حسب لك عليهم فايدة السنة التالتة، اضربها في 10 على 100 لمدة سنة هتطلع 1,210 جنيه، عشان يكون مجموع الفوائد 1000 زائد 1,100 زائد 1,210 3,310. يبقى إذا لما أجي أقول لك إيه اللي أفضل، الفايدة البسيطة ولا الفايدة المركبة؟ قول لي والله على حسب. لو المدة سنة، الفايدة البسيطة 1,000 جنيه، والفايدة المركبة ايه؟ برضو 1,000 جنيه، يبقى مش هتفرق. طب لو المدة اكتر من سنة، الفايدة البسيطة هي طالعة 3,000 بينما المركبة 3,310، يبقى الفايدة المركبة افضل. يبقى لو المدة سنة الاتنين زي بعض، المدة اكتر من سنة الفايدة المركبة افضل، طب لو المدة اقل من سنة هتلاقي ان الفايدة البسيطة هي اللي افضل. فاما اقول لك هل الفايدة البسيطة افضل ولا الفايدة المركبة افضل، قول لي ده على حسب المدة. مدة سنة يبقى الاثنين زي بعض، أكتر من سنة يبقى الفايدة المركبة أكبر، أقل من سنة يبقى الفايدة البسيطة هي الأكبر. أو زي ما قلنا إن في حالة إن المدة أكبر من سنة الفايدة المركبة أكبر، وفي حالة المدة أقل من سنة الفايدة البسيطة أكبر، وفي حالة المدة بتساوي سنة الفايدة البسيطة بتساوي الفايدة المركبة، والمستثمر بيكون له حرية الاختيار إذا كان ياخد فايدة بسيطة أو فايدة مركبة، يستثمر بفايدة بسيطة أو يستثمر بفايدة مركبة. طيب الجملة بقى، احنا طلعنا الفايدة المركبة كانت 3,310، يبقى الرصيد بتاع الشخص ده عبارة عن المبلغ اللي هو أودعه اللي هو 10,000 زائد الفوائد بتاعته اللي هو 3,310، هتطلى 13,310. طب هل كل ما يقول لي هات الجملة هعمل القصة دي اجيب فيه واحد وفيه اتنين وفيه تلاتة؟ لا، ده فيه ممكن أجيب الجملة مباشرة باستخدام هذا القانون. الجملة المركبة ج بتساوي أ في 1 زائد عين أس ن. أ اللي هي المبلغ كان 10,000، 1 زائد عين المعدل 10%، أس ن بكام؟ ب3. و1 زائد 10% أس 3 دي، إما إن أنا بجيبها بجداول الفايدة المركبة، وإما بحسبها باستخدام الكالكليتر. لو جبت الكالكليتر 1 و10 من 100 أس 3 هتطلع 1.331، تضربها في 10,000 هتطلع 13,310، هنا عطتني الجملة مباشرة.
طيب لو انا كنت عايز اكشف عنها في الجداول اهي، عند نون بتساوي 3 وعند معدل 10% هتطلع برضه اهي 1 وعلامة 3 3 1، جبتها بالكالكليتر مفيش اي مشكله. مثال رقم 2 بيقول لي اودع شخص مبلغ 50,000 جنيه بمعدل فايده مركبه 8% سنويا، اوجد رصيده في نهايه 5 سنوات واوجد الفائده. قلنا الرصيد اللي هو الجمله عباره عن الف في 1 زائد عين اس ن، الف اصل المبلغ 50,000 في 1 زائد عين المعدل اعطوني 8%، اس ن المده 5 سنوات يبقى اس 5، يبقى 50,000 1 زائد 8% اس 5 بالكالكليتر احسبها هتطلع 1.469328، او لو قدامي جدول كان بروح عند معدل 8% وعند نون بتساوي 5 اهي الرقم ده اهو كده، هلاقيه 1.469328. ما قداميش جدول يبقى بحسبها بالكالكوليتر عادي. هضرب 5000 في هذا الرقم هتطلع لي 50,000 في هذا الرقم هتطلع لي 73,466.4. يبقى انا حطيت 50,000 بعد 5 سنين لقيتهم 73,466، كده اتحسبت لي فايده ولا لا؟ ايوه اتحسبت لي فايده، الفايده بتساوي الجمله ناقص الاصل، يعني ال 73,466.4 اطرح منها ال 50,000 هتديني الفوايد 23,466.4. مثال كمان بيقول لي اودع شخص مبلغ 10,000 جنيه بمعدل فايده سنوي اسمي 12% يضاف كل 3 شهور، اوجد رصيده في نهاية 10 سنوات واوجد الفايدة في هذه الحالة. خلي بالنا لو عطاني معدل الفايدة يضاف كل فترة يبقى لازم اجيب معدل جديد ومدة جديدة، المعدل الجديد اخد المعدل القديم اقسمه واخد المدة اضربها. المعدل القديم كان كام؟ 12%، يبقى ال 12% ده هيتقسم، والمده كانت كام؟ 10 سنوات، يبقى ال 10 دي هتتضرب في رقم. ايه الرقم اللي تتضرب فيه عدد مرات الاضافه؟ بيقول لي يضاف كل 3 شهور، يضاف كل 3 شهور يعني كم مره في السنه؟ يعني 4 مرات. يبقى اقسم المعدل على 4 واضرب المده في 4، 12% على 4 فيها 3% هو ده المعدل اللي انا هشتغل عليه. و10 في 4 هي 40، هي دي الفتره اللي انا هشتغل عليه. وبالتالي الجملة هتساوي ايه؟ ألف في 1 زائد عين أس ن، يعني 100,000 في 1 زائد 3% أس ن اللي هي أس 40. برضو بالكالكوليتر أشوف 1 و3 من 100 أس 40، هلاقيها 3.262038، أضربها في 100,000 هتطلع لي 326,203.8. يبقى حطيت في البنك 100,000، بعد فترة لقيتهم 326,203.8، يبقى إذن الفرق ما بينهم يعبر عن الفايدة، يبقى الفايدة بتساوي 326,203.8 ناقص 100,000 هتدي 226,203.8. مثال رقم 4 بيقول لي أودع شخص مبلغ 40,000 جنيه بمعدل فايدة مركبة 12% سنويا، تضاف الفايدة كل نص سنة في ال4 سنوات الأولى، و16% سنويا تضاف الفايدة كل ربع سنة لل5 سنوات التالية، أوجد جملة ماله في نهاية المدة. خلي بالنا هنا إن هو المدة كلها 9 سنين، بس قسم ال9 سنين دول 4 سنين منهم كان معدل الفايدة 12% كل نص سنة، و5 سنين منهم اللي في الاخر 16% كل ربع سنه. طالما قال لي كل فتره اقل او ازيد من السنه يبقى لازم اجيب معدل جديد ومده جديده. المعدل المعطى في الفتره الاولانيه كان 12% والمده 4 سنوات، بس خلي بالك هو كان قال لي كل نص سنه، كل نص سنه يعني كم مره في السنه؟ يعني مرتين، يبقى كده المعدل يتقسم على 2 والمده تتضرب في 2، يبقى اقسم 12% على 2 فيها 6% و 4 في 2 فيها 8، يبقى اذا الجزء الاولاني هشتغل على معدل 6% وعلى مده 8. الجزء الثاني 16% كل ربع سنه، يبقى 16% هقسمها
والخمس سنوات دي لعدد سنوات هضربها، هقسم على كام واضرب في كام؟ كل ربع سنة يعني كام مرة في السنة؟ 4 مرات، يبقى اقسم على 4 واضرب في 4، يبقى 16 على 4 فيها ال 4% و5 في 4 فيها ال 20 فترة. أما أجي أشتغل بدل ما هعمل قوس واحد، احنا عارفين إن ج بتساوي أ في ع قس ن، بس هنا عشان عندي فترتين أو عندي معدلين يبقى 1 زائد ع قس ن الأولانية و1 زائد ع قس ن التانية. فعندي المبلغ كان 40,000 أهو. المعدل الأولاني كان كام؟ كان 6% ومدته 8، يبقى 1 زائد 6% قس 8. المعدل الثاني كان كام؟ كان 4% ومدته 20، يبقى 1 زائد 4% والقس بتاعه 20. واروح بالكالكليتر احسب 1.6% قس 8، هتطلع 1.593848. 1.4% قس 20 هتطلع 2.191112. اضرب ال 40,000 في الكشف الاولاني في الكشف الثاني، هيطلع اجمالي مال هذا الشخص في البنك 139,692.7. دي كيفية ايجاد جملة مبلغ بفايدة مركبة، سواء كان المعدل يضاف سنويا بشتغل على طول، او يضاف كل فترة فبجيب معدل جديد ومدة جديدة. ادي تمرينين على الجزء اللي احنا خدناه في الفايدة المركبة. بكده يبقى احنا خلصنا الجزء بتاع الجملة بفايدة مركبة. اشكركم واشوفكم على خير قريبا ان شاء الله.